لا لا، شو هالحكي اللي عم تقوله؟ لك كل هالشي صار وانا ما عندي علم؟ سيدي هاي خبرناك. بعد شو؟ بعد شو؟ بعد ما حرقوا له سالوا للزلمة؟ سيدي والله نحن ما عرفنا بالقصة. خلاص انا بحكي. تفضل. سيدي والله نحن ما عرفنا بالقصة الا بعد ما صارت. لا عندكم اغبياء. اللي ولا جميل، نحن ليش فاتحينه للمغفر؟ لنحافظ على الامن سيدي. وشو كمان؟ ومن شان خلاص انت جاوب. مشان نمسك المجرمين والحرامية سيدي. ها ها، ولما بيصير سرقة وبيروحوا بيجيبوا المبشع، هذا شو معناته؟ معناته انهم مستضرطيننا سيدي. خلاص ولك خلاص، قوموا دوروا حوالين الخيمة 3560,000 مرة. يلا لشوف يلا. ماشي الحال، انا بورجيكم يا قبيلة الطواريد. والله الرن بينحم. شفت مهاوش؟ شفت المبشع؟ ترى عجبني قوي. سوى حمى 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 بالنار وسوى لسانه. والله لكن والله عياد حرق لي قلبي، ريحة لسانه المحروق بعدها في خشمي. اي انت قلبك ضعيف ما تقدر على هيك تشوف. انا قلبي ضعيف؟ اي انا قوي، جابك ارض اضربك بالارض ارض الكف اللي انت ايش ضعيف انت تقوي. تعال اخ معك كف اخلي ضروسك. معنا حلا نسواني ومعنا شلوت حلوين ومعنا بفباف ومعنا توم ومعنا كل شيء. شو يا صبية حبيت الشول؟ ايه. بكم هذا؟ بمية. ان شاء الله معوضين. معنا شلت ومعنا حلق. قوك. أهلاً إخي مسعود، جيت بوقتك. شو رأيك تاخد لك شول الأختي يعني اللي هي مرتك؟ الله يهداك يا مشاري. شو تقول عني الناس إن شافوني أخذ هدية لحرمتي بعد كل هالزواج؟ ولك إن شاء الله يمضى على الزواج 100 سنة ولك خد له شول بتنبسط. زين زين ما خجلك. شوف لي لشوف. شوف لي وحكي، قل لي شو رأيك بهالألوان؟ شوف لي إياها مش عم توجوج؟ إي زين، إيش قد حقه يا أخوي؟ نحسب لك إياه بمية. زين. لك إن شاء الله معوضين يا أخي يا مسعود. سلم عليك. عليكم السلام. معنا شلوت ومعنا حلق ومعنا بفباف ومعنا توم ومعنا كل اللي بيخطر ببالك. يا أخ طرود، أنا مالي جاي زيارة، أنا جاي مارس صلاحياتي ومهامي. وش السالفة يا أبو شهاب؟ حياك الله، تفضل تفضل. روح روح، بطل لي العادات هاي. روح لي من هون. يلا، شو عم يعمل هذا عندك هون؟ هذا ضيفي، ما بظل بي قانون يمنعني استقبل ضيفي. شوف يا اخ طرود، هذا الحكي مقبول لو ما كان في عنكم مخفر. حنا نكشف الحرامي بطريقتنا. يا اخ طرود، انتو لو خبرتوني كنت من اول فلقه خليت لكم اياه يعترف، لانه الرمل بينحم. المخفر لا يغني عن المبشع. هيك قلتك؟ اي بالله. بصير خير. مجنون. أقول إن كان وجودي هان يخلق مشكل، أنا من الحين أنا هجي مديرتي. إن ضيفي وتحت حمايتي وما أحد يقدر يقرب منك. بارك الله بك بارك الله بك.